هنستعرض مع بعض دلوقتي اهم المكونات اللي بتيجي في علبة داش كام M300 اس. اول حاجة كده هيظهر معانا هنا كابل الباور زي ما شايفين بيركب في منفذ الشحن بتاع السيارة مكان ولاعة السجاير. في نفس الوقت هيظهر معانا هنا منفذ USB علشان تقدر تستخدمه في الشحن برضو. عايز اقول لك ان خامته ممتازة جدا بصراحة، انا اول مرة اشوف شاحن بالشكل ده. طبعا بيجي طويل جدا وبيجي معاه هنا منفذ شحن اللي هو مايكرو USB. بعد كده هيظهر معانا هنا الاتنين الستيكر دول بحيث ان انت تقدر تلزق بيهم الكاميرا على الازاز بتاع العربية ويسبب لكش اي مشاكل. ده قطعتين هنا عشان لو حبيت تركبهم على اكتر من عربية. بعد كده هيظهر معانا القطع دي، ده دبل فيس ودي قطعة تانية هنشوفها مع بعض دلوقتي. دي اهميتها بحيث ان انت ممكن طبعا الكاميرا هنا بيجي فيها قطعة بالشكل ده كده. طبعا بيجي معاه القطعتين دول ليه؟ بحيث ان انت ممكن تركب لو حبيت تنقل الكاميرا دي من عربيه لعربيه تاني، فانت ممكن تثبتهم، تثبت دي في عربيه ودي في عربيه، وكل اللي انت هتعمله هتنقل الكاميرا بس بدون اي مشاكل. بقى هنا حاجه بس، دي الكليبسات الخاصه بتثبيت السلك في الديكور بتاع العربيه، ودي الاداه علشان نقدر ندخل السلك بتاع الكاميرا الخلفيه في الديكور بتاع العربيه، ودي كده الكاميرا الخلفيه. طبعا بيجي فيها هنا دبل فيس عشان تقدر تثبتها في الازاز الخلفي للسياره، وهنا الكاميرا او العدسه بتاعتها. هنا بيجي طبعا بكابل طويل جدا علشان تقدر تثبته في الديكور بتاع العربيه بدون اي مشاكل في السقف بتاع العربيه. وعايز اقول لك ان تركيبها سهل جدا، وان شاء الله نحاول نشرحه لكم في الفيديو ده. ويظهر معانا الجاك بتاعها ده اللي انت تقدر توصله هنا في الكاميرا مكان الاي في، وكده انت تقدر تصور بالكاميرا الاماميه والخلفيه. فلو جينا بصينا على الكاميرا ديت، فعايز اقول لك ان الداش كام اللي معانا النهارده ما فيهوش شاشه بتوضح لك انت بتسجل ايه بالظبط، لكن انت ممكن تعرف كل حاجه من خلال اللمبات اللي موجوده هنا. وفي نفس الوقت برضو لما بتربطها على الموبايل عندك فبتقدر تتحكم في كل حاجه في الاعدادات الخاصه بالداش كام من خلال الابلكيشن بتاعهم. طبعا اللمبات هنا بتبين لك هل ان الكاميرا بتصور ولا لا، الجي بي اس والمايك شغال ولا لا. لو جينا بصينا من الجنب كده فهيظهر معانا منفذ اللي بتركب فيه كارت الميموري، وهنا شركه ازوم عاملين حركه محترمه جدا ان هم مركبين لك كارت ميموري 64 ميجا بايت، ودي حاجه كويسه جدا بحيث ان انت ما تحتاجش انت تروح تشتري كارت ميموري. طبعا هيظهر معانا هنا منفذ الشحن من نوع اليو اس بي، وهنا الزرار الخاص بالواي فاي، وهنا المنفذ الخاص بالكاميرا الخلفيه. ده شكل الكاميرا من الامام كده بتصور 4K. تقدر طبعا تحركها شمال ويمين زي ما شايفين كده، تقدر تثبتها على الازاز وبعد كده تبدا تحركها. لو جينا بصينا كده على اهم المواصفات الخاصه بالكاميرا ديت، طبعا هنبص عليها هنا من دليل المستخدم زي ما انتم شايفين. طبعا اهم حاجه عندنا في الكاميرا ديت ان انت تقدر تتحكم فيها من خلال الاوامر الصوتيه. الاوامر الصوتيه هنا انت تقدر توقف الكاميرا، تشغلها، توقف تصوير، تشغل الواي فاي، كل حاجه موجوده تقدر تتحكم فيها من خلال الاوامر الصوتيه اللي انتم شايفينها ديت. دي كده كانت اهم الخصائص اللي موجوده في الكاميرا ديت، سواء التصوير ال4K، فيها الجي بي اس، فيها الاوامر الصوتيه، فيها الابلكيشن اللي تقدر تتحكم في الكاميرا من خلال الموبايل. هنروح مع بعض دلوقتي على طول ونشوف جودة الفيديو بتاعت الكاميرا ديت الصبح وبالليل، وفي نفس الوقت برضو نحاول نصور لكم ازاي ممكن نركب الكاميرا ديت مع العربية. طبعا هنفتح البرنامج زي كده وهيقول لنا لازم تفتح الواي فاي عندك. هندوس على زرار الواي فاي اللي في الداش كام، وبعد كده هندوس على كونفيرم. هنا هيجيب لنا الواي فاي، وطبعا ندخل على اللي هو واي فاي M300S ده. هندوس هنا وندوس كونكتد. بعد كده في نقطه مهمه جدا علشان يبدا يشتغل معاك، هيجي لك النوتيفيكيشن ده كده فوق بيقول لك ان مفيش انترنت في الشبكه ديت. هندوس هنا تاب وهندوس يس، هيقول لك يعني احنا كده بنقول له ان احنا عارفين ان الجهاز ده مفيهوش انترنت بس وصلنا بيه. بعد ما وصلنا كده هندوس باك زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ربطنا الداش كام بالموبايل عن طريق الواي فاي بيظهر معانا الابلكيشن زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو دلوقتي ده جايب لنا ان هو لايف ريكوردنج، يعني انت التصوير ده بشكل لايف. هنا اول حاجه ديفايس البوم ده بيجيب لك الحاجات اللي انت كنت صورتها قبل كده. ستوب ريكوردنج ده هيوقف التصوير. اوديو ريكوردنج ده بحيث ان انت مثلا لو عايز تقفل ان هو ما يسجلش الصوت. سويتش مود ان انت تقدر يعني تنقل بين الفوتو وبين الفيديو. بعد كده هيظهر معانا هنا في حاجه كويسه جدا واللي هو سويتش كاميرا. هنا بتختار انت عايز مثلا الكاميرا الاماميه او الكاميرا الخلفيه، او ان انت مثلا تجيب الكاميرا الاماميه تكون كبيره او الكاميرا الخلفيه تكون صغيره، او مثلا الكاميرا الخلفيه اللي تكون كبيره والكاميرا الاماميه تكون صغيره. بعد كده هنا برضو تقدر نتحكم في حاجه مهمه جدا وهي ريزوليوشن.
ريزوليوشن ديت علشان تقدر تحكم في جودة الفيديو اللي انت عايزه فيه 3840 في 2060 في 2560 في ده كله زي ما انت شايفين كده. لو دخلنا الاعدادات كل حاجة زي ما شايفين انت ممكن تحكم في البكتشر سايز ريزوليوشن اللوب ريكوردينج ديت عشان خاصة ان انت مثلا يصور كل 3 دقائق او كل او مدة التصوير تكون 3 دقائق في دقيقة 3 دقائق في 5 دقائق. طبعا هنا ال WDR ديت اللي هو تظبيط الالوان والابيض والاسود والكلام ده كله. اوديو ريكوردينج ان انت تختار برضو هنا اللي هي اوديو ريكوردينج ديت علشان انت عايزه مثلا يسجل الصوت بشكل تلقائي ولا لا. هنا تقدر تعدل برضو في التاريخ والتايم والكلام ده كله. هنا برضو تختار انت عايز تخلي السرعه وحده قياس السرعه تكون بكيلو او الام بي اتش. طبعا ده بتختار كيلو اللي احنا متعودين عليه. كل حاجه موجوده هنا زي ما شايفين. اهم نقطه عندنا موجوده هنا وهي فويس كنترول ان انت ممكن تتحكم في الكاميرا ديت طبعا من خلال الاوامر الصوتيه ديت. تقدر تحكم ان انت مثلا ترن اون واي فاي تك بيكتشر تك ترن اوف ريكوردينج. تقدر تحكم في الكاميرا ديت من خلال الاوامر الصوتيه. كل حاجه زي ما انتم شايفين كده استخدامها سهل جدا.